نادي الزمالك النهارده نادي رمضان صبحي اللي هم بيقولوا لو كان اتحاد الكوره اتخذ معاه اي قرار ما كانش عمل الحركه دي تاني كان استفاد جمهور نادي الزمالك بالشكل ده. حصل ان احنا فوجئنا في اثناء اللقاء وخصوصا بعد الهدف الثالث لنادي الاهلي ان في بعض اعضاء اللي متواجد داخل نادي الزمالك تنتمي للنادي الاهلي. يعني كان في اهلاويه وزملكاويه بيتفرجوا مع بعض. كان في اهلاويه وزملكاويه بيتفرجوا داخل النادي الزمالك فبعد حركه رمضان صبحي حصل مشكله يعني. اكيد يا كريم مشكله كبيره جدا وخصوصا ان في طبعا اهلاويه داخل نادي الزمالك اعضاء داخل نادي الزمالك وده ادى الى مشكله كبيره جدا حصلت النهارده داخل نادي الزمالك وتدخل فيها طبعا على الفور سياده اللواء صلاح المدير التنفيذي لنادي الزمالك وكمال الفوري مدير الامن ونائب مدير الامن عصام مختار دول اتدخلوا طبعا كان في مشكله كبيره ما بين اعضاء نادي الزمالك والجماهير واعضاء نادي الاهلي المتواجدين داخل نادي الزمالك وحصل هرج ومرج ولكن بالفعل سيطر الامن على الموقف. يمكن انت معاك صور معايا لقطات نادي الزمالك لقطات قدامي دلوقتي اكيد واكيد يا كريم برضو يعني اتخذوا معاهم اجراءات وخدوا الكارنيهات بتاعتهم طبعا لحل التحقيق في اللي حصل في المباراه. بعد كده فوجئنا بوجود مجموعه من الالتراس حوالي من 150 ل 200 فرد يمكن جم وقفوا قدام بوابه نادي الزمالك بدأوا ان هم يمسكوا هتافات معاديه لكابتن المستشار مرتضى منصور ولاعيبه نادي الزمالك وطبعا ولعوا التماريخ وبداوا يقولوا الفاظ غير لائقه تماما لكابتن المستشار مرتضى منصور وبعد كده طبعا لقينا ان الامن طبعا بدا يقفل بوابات نادي الزمالك عشان طبعا الالتراس ما يخشش داخل النادي وبعد كده فوجئنا ان هم بداوا بعد ما عملوا هتافات ان هم بداوا يتوجهوا ناحيه كوبري 15 مايو وبداوا يكسروا اللوحات بتاعت احمد مرتضى منصور لوحات الانتفاء اللوحات اللي هو يعني الانتخابيه لاحمد مرتضى منصور طبعا وبعد كده بداوا ان هم يركبوا اتوبيسات نقل عام ويتوجهوا الى مكان اخر. بعد كده بشويه فوجئنا برضو ان في مجموعه اخرى جت لنادي الزمالك جت تشجع نادي الزمالك من قلبها النهارده بعد اللقاء وقالوا ان اللعيبه كانوا لعيبه رجاله بالفعل ولكن هم عندهم حزن بعض الشيء من المدير الفني لنادي الزمالك وتغييراته وبالدفع من اول اللقاء بمحمد ابراهيم يمكن ده النهارده اثار غضب بعض الشيء جمهور نادي الزمالك او داخل جدران نادي الزمالك كانوا عايزين ان يبدا اللقاء طبعا يا مصطفى فتحي يا اما ايمن حتمي وايضا بيقولوا احنا خلاص يعني نقول بنبرة الكورة تعبنا عالي على نادي الاهلي في الفترة دي واحنا الافضل، احنا اللي عندنا استقرار، كنا لازم احنا اللي نكون راكبين اللقاء واحنا اللي نكسب من اول دقيقة في اللقاء، ولكن يعني خلاص يعني قالوا هارد لك لنادي الزمالك، مبروك لنادي الاهلي، وبس كل ده كل اللي دار هنا داخل